طبعا نخرج إلى استراحة قصيرة ثم نعود إليكم ثانية، كونوا معنا. تذكر يا أخي يوم التنادي، وتب قبل الرحيل إلى المعادي، فأخرج كل حقدك من جنان، وزك النفس من سم العناد، وخف قهر المهيمن عند ذنب، وقف ثم انتهج سبل الرشاد. وأقسم أنني يا ابن الكرام لقد أرسلت من رب العباد، وقد أعطيت علما بعد علم، وكأسا بعد كأس من جوادي، وحبي في كل حين يجتبيني ويدنيني ويعطيني مرادي، فما أشقى بلعان اللاعنين وصدقي سوف يذكر في البلاد، وكأس قد شربنا في وهاد، وأخرى نشربا فوق المصاد. ولست أخاف من موتي وقتلي إذا ما كان موتي في الجهاد، وآثرنا الحبيب على حياة، وقمنا للشهادة بالعتاد. وما الخسران في موت بتقوى، وخسر المرء في سبل الفساد، وإني قد خرجت إلى ذكاء، ففارت عين نور من فؤادي. بحمد الله بحمد الله إن الحب معنا، وما يرمي متاعي بالكساد، ويدنيني بحضرته بلطف، ويسقيني مدام الاتحاد، وإن هداية الفرقان ديني، وأدعوكم إلى نهج السداد، فقم إن شئت كالأحباب طوعا، وإما شئت فاجلس في الأعادي. وقد بار العدو بعزم حرب، وبارزنا فيا قومي بدادي، و
وكان نصيحة لله فرضي، فقد بلغت فرضي بالوداد. وكان نصيحة لله فرضي، فقد بلغت فرضي بالوداد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل. طبعا أخذ الآن أوجه بعض الأسئلة ثم أعود إلى الاتصالات، لأن نريد أن نبقى في صلب موضوع الحلقة. الأستاذ هاني قالوا في قناة الحياة إننا نقول إن أي مسلم لم يؤمن بالمسيح الموعود فهو كافر، فما تعليقك على ذلك؟ أولا نحن نسمي كل من سمى نفسه مسلما نقول أنت مسلم، ولكن يعني ومن قال أنا يهودي؟ نعم أنت يهودي، ومن قال أنا مسيحي فأنت مسيحي. لماذا نقول له لا أنت لست مسلما أو أنت لست مسيحيا؟ كل من يسمي نفسه هكذا هو، ولكن التسمية لا تفيد بحد ذاتها. يعني أبو بكر الصديق اسمه مسلم ولكنه أفضل الصحابة، وعبد الله ابن أبي ابن سلول اسمه مسلم وهو زعيم المنافقين. إذن هل نستطيع أن نقول لعبد الله ابن أبي بن سلول لا أنت مسيحي مثلا أو أنت كافر؟ لا، هو يعلن أنه مسلم، فما دام يعلن أنه مسلم لا نستطيع أن نقول لا أنت لست مسلما. ولكن لا فرق في المهم هو الحكم عند الله، المهم هو النتيجة. يعني ماذا استفاد عبد الله ابن أبي بن سلول من اسم مسلم ما دام في الدرك الأسفل من النار، يعني تحت الكفرة؟ إذن الاسم لا يفيده عند الله، الذي يفيده عند الله حقيقة إيمانه وأعماله الصالحة. لذلك نقول من كفر بالمسيح الموعود عليه السلام يساوي حكمه من كفر بالمسيح الناصري الذي بعث قبل 2000 عام. ما الفرق؟ يعني ما الفرق؟ حين كفر اليهود بالمسيح قبل 2000 عام ظل اسمهم يهودا، لكنهم كفار بالمسيح عليه السلام. فالله تعالى بعث المسيح الموعود عليه السلام لنؤمن به، ليؤمن الناس به وليطيعوه، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فمن كفر به فحكمه عند الله كمن كفر بأي نبي سبقه. ولكن الاسم الشكل يعني لا يتغير، يبقى. لكن هل ينفعه؟ هو يعرف، كل مسلم يعرف ذلك. ماذا يقول غيرنا مثلا من المسلمين من الذين ينتظرون المسيح ينزل من السماء؟ يقولون سيقتل الناس مثلا. طبيعي هذا نحن نرفضه بشدة ونقول لم يرسل رسول ليقتل الناس، بل الرسول يهاجمه الناس ويحاولون قتله والله ينجيه. أما أن يقتل الناس فحاشا لله، هذه ليست مهمة الأنبياء. إذن اتضح الجواب، نحن نسميه مسلما لكنه عند الله هو كفر بنبي من أنبياء الله، والكفر بنبي هدم لركن من أركان الإيمان. طيب أستاذ مؤمن، قال مقدم برنامج سؤال جريء في قناة الحياة إن جماعتنا تحتفل في 26 مايو 26/5 أيار بمناسبة مرور 100 سنة على موت مؤسس الجماعة، فهل هذا صحيح؟ لا، نحن نؤمن نحن نحتفل بمرور 100 سنة على تأسيس الخلافة بعد موت مؤسس الجماعة بحسب أنباء الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال في حديث شهير طويل بأنه ستكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم تكون خلافة، ثم تكون ملكا جبرية، وتكون ما شاء الله أن تكون، ثم تكون ملكا جبرية، ثم تكون ملكا عادن، ثم تكون خلافة على منهاج نبوة. هذا بحسب هذا الحديث الله تعالى قد أقام الخلافة في الإسلام مرة ثانية بعد وفاة مؤسس الجماعة الإسلامية، وقد مر وسوف يكتمل
قرن كامل على هذه الخلافة في 27 من هذا الشهر مايو إن شاء الله. هذا كل ما في الأمر إن شاء الله تعالى.